الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحن في أسا في جنوب المغرب، في الجنوب الغرب قريب من تندوف، من الجزائر، الحدود الجزائرية. وجئنا لهذه البلاد قبل 3 سنوات، وعملنا الرقية والحمد لله، ونزلت الأمطار بعد أن انقطعت 7 سنوات. نزلت الأمطار يومين ولم تنزل إلى يومنا هذا، ونحن جئنا من جديد. ومنذ نوينا أن نأتي إلى هذه المدينة والجن يهاجموننا هجمات لم نرى مثلها إلا نادرا، ولا أتذكر كم أين رأينا مثل هذه الهجمات. ونحن جئنا في هذه المدينة وما زالت الهجمات ونخطف، ويعني يقال أن أكثر مكان فيه السحر هو المقبرة، مقبرة قديمة، ويأتي حتى السحرة من مدن أخرى حتى يجعلون فيه السحر. وقالوا حتى خارج المقبرة، يعني في المناطق المحيطة بالمدينة، المناطق الخالية لأنها شبه صحراوية الحقيقة، ليست فيها زراعة إلا يعني مواشي، يأتي الناس يتأتي السحرة حتى يدفنوا فيها الأسحار. وفي أضرحة ولكن نقصت، لأن أحباب الدعوة والاجتهاد يعني اجتهدوا حتى كسروا وخربوا عددا من الأضرحة، فنقص ذلك الشيء، ولكنها في الجبال حول هذه المدينة. وكذلك يقولون أن السحرة يأتوا من أماكن أخرى حتى يأخذوا الجن من هنا، فالجن هنا مشهورون بالقوة. والأخ الخاطف حتى هو كذلك يعني يهاجمه الجن، ونخطف منذ أتين. وهذه الليلة يعني في وسط الليل كان في المقبرة، فأردنا أن نمشي إلى المقبرة حتى نخطف الجن هناك، ولكنه ذهب، ولهذا لا داعي أن نذهب من جديد وسنخطف. وكذلك الأمطار، يعني فيه بعض السحب تنزل قطرات قليلة ثم ينتهي. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا وأن ينهي الشرك والكفر والسحر في هذه البلدة وفي كل بلاد إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. نعم، وصلت إليكم، كيف حالكم؟ ومن أنتم؟ نحن الأجداد. أنتم الأجداد. يعني منذ قرون والناس هنا يعملون الشرك ويعبدونكم. من القرن السابع. من القرن القرن السابع، الثامن. يعني منذ دخل الإسلام. الإسلام دخل في القرن الخامس، قبله بقليل. في القرن الخامس وشيء التاسع. القرن الخامس؟ كيف وصلت هنا؟ كل مرة نخطف وأنتم تهاجمون، وكل مرة نبحث عما وراء ذلك حتى وصلنا إليكم. ومن جاء بالشرك إلى هنا؟ إيدا وعزة. من؟ إيدا وعزة. إيدا وعزة. إيدا وعزة. إيدا وعزة، هذا رجل؟ نعم. يعني ساحر أو ماذا؟ نعم، هو من نشر السحر هنا وننشره في جميع المناطق من تمس الوعد والساخرة الحمراء والديسند ومناطق أخرى. قد كانت هسه مركز للتجارة وتعلم السحر. طيب، لا أستطيع أن أكذب عليك. تقبلوا الإسلام؟ لا، نريد الإسلام. لماذا؟ لأننا دين نحب ونريد أن نبقى. وماذا دينكم؟ ديننا على ملة موسى. على ملة موسى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. وهم يعبدوننا يتقربون إلينا. الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله وعلى آلك وصحبك أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله وعلى آلك وصحبك أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. عيسى بن صالح في القرن الخامس والخمسمائة هو الذي جعل
الزاوية في أسا كانت مدرسة توحيد في 700. ماذا كانت الزاوية؟ مدرسة توحيد وعلم. كانت مدرسة توحيد وعلم. ثم دخل يهودي منا دعانا وخذ أسلم وهم نشر في أسير وقد انتشرنا في كل الصحراء. هذا بشر يهودي؟ حتى نعم حتى منطقة مراكش تمس لوحات التي تقر فيها الناقد كل سنة تلاميذ من هند الأمن ونشر فيها هذه الآلة. تمصلحة يعقرون فيها الناقة في كل سنة يقتلونها ويأكلون لحمها يعني ني غير مطبوخ إحياء لما وقع في ناقة صالح إحياء لذكرى الكفر. لذلك عليك أن تبتعد منا. أبتعد منكما. وترى الملائكة جاء إلينا. من جاء إليكم؟ هذا الغبي هذا الأهبل الأحمق هذا الخاتفة هو أحمق. ايوه هو احمق انا اعرف انه احمق. لماذا احمق؟ هل ترى الناس في القبور يدعوننا الى الاسلام بالصياح وبدعوتنا في الثالثه صباحا عندكم؟ وهذا ليس حمقا هذا دعوه الى الله. الناس يخافون مننا. هو احمق لانه لا يخاف منكم؟ بالعكس الذين يخافون منكم هم الحمقى. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا فطرة الله التي شمعون أريد أن تدخلوا الإسلام. لماذا؟ اليهودية؟ نعم. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. ماذا؟ من سيقتلك؟ الكبرى الشياطين الكبرى. وكان حقا علينا نصر المؤمنين وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب ومن شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. إن حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به برأتوا من الله ورسوله الذين عاهدتوا من المشركين برأت من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. الله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به برأت من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. الله نرى السماء برأت من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. برأت من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. ماذا يفعل؟ يصور. يعني هذه الآلة نصور حتى نجعلها في انترنت ويراها كل الناس. هذا ليس تصوير. ما هو تصوير؟ يكون بالطين. التصوير بالطين.
هذا تصوير بالآلات التي صنعها الإنسان، يصورون الصورة مع الصوت. هل يراني؟ هذه آلة، ولكن بعدين سيراك الجميع في كل العالم. إذا تريد أن تقول شيء للبشرية وللجن. أنا في جسدي. نعم، أنت في جسدي. سيرونك، يعني يعرفون أنك موجود وتتكلم. تراني هكذا يموتون، يخافون من يجن. لو يرونك سيخافون ويجنون. لا فقط يسمعون كلامك. هل تريد أن تقول شيء؟ أريد أن أخذ جميع عائلتي. تلقد عائلتك وقبائلك. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. بدأ القتل فيهم. بدأ الشياطين يقتلونهم. طيب. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، والتكل تميز من الغيظ. لا تركبون طبقا عن طبق. وقدمنا الى الله نور السماوات والأرض. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هبا منثورا. وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. فأتى الله بنيانها من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. برأت من الله نور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض. وكان لا تركبون طبقا عن طبق. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. لا أفعل ماذا؟ لا وأنتم ماذا؟ أهوال؟ أنتم ماذا؟ أخويا جنان أخويا. تبدا تزيل كل القوة تريدون لما كنا عليه. قوة الدم والقرابين والذبائح منذ قرون أعطيت لكم. والشرك والمعاصي كذلك. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. تعطيني كذبا جبالا من الذهب والفضة. لا صحيح، وأنا أكذب عليك. أعطيك الذهب. وأين جبال الذهب والفضة؟ في القصور. القصور القديمة. في القصور القديمة مدفونة يعني. لا لا لا. وفي الجدران أيضا. وفي الجدران. دعنا دعنا. كيف؟ دعنا 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 لديننا ودعنا. أترككم في دينكم. ولكنكم ستذهبون إلى جهنم. ذلك صحيح. انظروا، هذه جهنم التي كنتم تعدون الصهر اليوم بما كنتم تكفرون. يا ابن آدم جهنم لكم ليست. انظروا، هذه جهنم النار. خلقنا من النار لا نتحرك من النار. انظروا،
هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلها اليوم بما كنتم تكفرون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلها اليوم بما كنتم تكفرون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلها اليوم بما كنتم تكفرون. هل تحقيقكم؟ هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلها اليوم بما كنتم تكفرون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلها اليوم بما كنتم تكفرون. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم. الله نور السماوات والأرض. 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 حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم وبراءته من الله ورسوله إلى الذين عاهدته من المشركين. ومن أنت أفعى؟ أنت أفعى؟ فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله ماذا أكسب؟ انظروا، إن للمتقين مفازا حدائق وأعناب وكواعب أتراب وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. تريدون الجنة؟ الدم. وحرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. برأته من الله ورسوله إلى الذين عاهدته من المشركين. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هبا منثورا. وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. الله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هبا منثورا. وينزل عليكم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. الله نور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض. الله نور فطاف عليها الأفعى. ماذا كانت عملك؟ كان عملي أن أكون عند المساجد. عند المساجد. وماذا؟ شيء الفتن. شيء الفتن وجعل المسلمين يتباغضون يكرهون بعضهم البعض. تشعلون الفتن والبغضاء في المساجد. نعم. درسنا في درستم؟ ماذا درستم؟ درسنا طرق لجعل الناس يقتلون بعضهم البعض. وأين درستم هذا؟ في مدارسنا. في مدارسكم. طيب. هناك شبكة منتشرة في هذه المنطقة تتمول الصحراء. إن لا تعرف مقام هذه المدينة. مقام؟ هذا المدينة. لا أعرفه ولم أفهم لماذا كل هذا الاهتمام من الجن. لأن في القديم كانت هي منارة للعلم والسحر وللتجارة. وكانوا يأتوا الناس في الصحراء كلها لكي يشتروا ويأخذوا مستلزماتهم هنا. وقد انتشر تلاميذ الزاوية في كل الصحراء. أيوة. كل الزاويات تابعة لها في هذه المنطقة إلى مراكش. طيب. فأنت على صفيح مولع سخن. طيب. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء ك
كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبدل لخلق الله. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. ومن أنت؟ ما شأنك؟ لماذا تريد أن أتوقف؟ توقفت دينا أوذيكم؟ نعم. لا، بل عندنا هدايا لكم مهمة جدا. أنت تدمر كل ما صنعنا وكل ما جهدنا فيه تبطله الآن. شبكة المدارس لتربية الجن للسحر وإضلال الناس؟ نعم، لا تقترب منها فليس لك سلطان عليها. وماذا دورك في هذه المدارس؟ أنا كنت في لا أريد أن أقرأ كنت في طمنصورت. في طمنصورت؟ وماذا تفعل هناك؟ كنت أنتظر القرابين. طيب. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. كثيرة عليك. كيف؟ عليك. أسحار كثير علي. نعم. حور برات حرمت عليك. كبدك. ها؟ كي يحرق كبدك. أي. قلبك. كنا قاب قوسين أو أدنى. كنتم تحرقوا قلبي وكبدي. نعم. لا تعرف. لا أعرف. ولم أشعر بشيء. لا تشعر بشيء فأنت لا تشعر. الحمد لله. لا تشعر وهذه مصيبتك. استغفر الله. حرمت عليكم. لا تشعر بها كيف تتعلم. أنت لا تشعر بها. هذه مصيبتك أنت. لا تشعر. تظن أنك وحدك. لكننا سننجح. عاجلا ما عاجلا سنفرحك بها. هذه ماذا؟ سنفرحك. سنقوم بفرحك بينك وبينها. فطرة الله التي فطر الناس عليها. اقتلني. فسبحان الله حين تنزل وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهران. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم رأسه من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتحناها وجعلنا من الماء كل شيء حيا. لا تريد الذهب. لا تريد الذهب. لا تريد الذهب. لا يريد. سيقتلونني. من سيقتلك؟ الشياطين. وكان حقا علينا نصر المؤمنين وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. ومن شيء لا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. ها
الله النور السماوات والأرض، 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 الله النور السماوات والأرض. بعد وقت وجد عندك تقصير واحد في يريدني أمرنا منه. وما هو تقصير؟ أنك لا تبالي. برأت من الله ورسوله إلى الذين عاهدت من المشركين، أولم لم يرى الذين كفروا السماوات والأرض فبتقنهما فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبدل لخلق الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبدل لخلق الله. الله نور السماوات والأرض، 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 الله نور السماوات والأرض. حرمت عليكم البيتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، حرمت عليكم البيتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. برأت من الله ورسوله إلى الذين عاهدت من المشركين، أول برأت من الله ورسوله إلى الذين عاهدت من المشركين، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هبا منثورا، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان. الله نور السماوات والأرض، 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 الله نور السماوات والأرض. وقد وكان حقا علينا نصر المؤمنين. شر مخابر كثير والساحرات يأتينا عند اجتماع القمر وفي المولد وفي في رمضان في 27 ويأتون أيضا في الصيف عند الإسبيس عندما تكون النجوم في حد واحد يأتون إلينا ويتقربون إلينا ونعاشرهن وننشرهن في هذه المدينة. والكثير من الأسحار موضوعة لهذه المدينة بعد أن كانت عاصمة التجارة في الصحراء. ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون، ودمرنا ما كان يصنع فرعون. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. مرحبا، من أنت؟ هل أنت من الشياطين الذين يخافون منهم الآخرون؟ نعم، فعندنا رسالة مهمة لك. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخيكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم متخذ المضلين عضدا، ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. أبدا، ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. إن النار من النار إذا
الله. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. برأتوا من الله ورسوله إلى الذين عاهدتوا من المشركين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هبا منثورا. وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. وبرأت وقدمنا إلى ما ولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما. الله نور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبدل لخلق الله. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبدل لخلق الله. الله نور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض. وكان حقنا علينا نصر المؤمنين. 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 تأكدوا تميزوا من القائد. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. الله نور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض. الله نور السماوات. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبدل لخلق الله. مرحبا مرحبا. من أنت؟ من أنت؟ فطرة الله التي كيف؟ هذه قدرة الله الذي خلقك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. كنت؟ تراقب الجند. كيف أعطتني إلى هنا؟ كنت تراقب الجند. يعني واحد منهم يريد أن يخبرك لماذا دخل الإسلام وماذا رأى عن إبليس. الشيء العجيب. ينحني قبل أن يكلمك. إني أرى ما لا ترى. إني أخاف الله والله شديد العقاب. إني أرى ما لا ترون. إني أخاف الله والله شديد العقاب. إني أرى ما لا ترون. إني أخاف الله والله شديد العقاب. إني أرى ما لا ترون. إني أخاف الله والله شديد العقاب. إني أرى ما لا ترون. ماذا تقول؟ خاننا خاننا خاننا. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والبرات من الله. الله نور السماوات والأرض. 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 وكان حقنا علينا نصر المؤمنين. وكان حقنا علينا نصر المؤمنين. وكان حقنا علينا نصر المؤمنين. وكان تأكد تميز من الغايب. رئيس الجند الذي كنت هنا، ماذا كانت وظيفتك؟
أي جند كنت تراقب؟ من استدعيتهم قبل مني من يحرسون القبور ويحرسون الخرابين التي وضعت على القبور والأسحار في هذه المنطقة؟ في قصور آسا. أنت مسؤول عن الجنود في قصور آسا؟ لا، لست مسؤول عن الجنود. أنا مسؤول عن جنود يحرسون يقفون على المقابر وعلى الأسحار الموضوعة في المقابر فيحرسونها كي لا يمسها أحد، وعلى القرابين التي تذبح على القبور يحرسونها هذا الدم لكي لا يؤخذ منا. طيب، يعني يوجد أمثالك في كل المناطق؟ طبيعي. يعني نحذرهم جميعا إن شاء الله. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، 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 تأكدوا تميزوا من الغايل لا تركعبون، وكان حقا علينا نصر المؤمنين في سبيل الله، لكنني لا أستطيع أن أعترف، ليست لي قدرة على هذا. أنت انظر فقط إلى قدرة الله كيف ستحضرهم. كما أتى في سيدي. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، 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 لا تركبون طبقا عن طبق، 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 لا تركبون طبقا عن طبق. مرحبا مرحبا بحراس القبور والأضرحة والقرابين والدماء حتى تبقى للشياطين وأوليائهم. خبر مهم لكم. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخيكم وما أنتم بمصرخيني، كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب، وإنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل. كيف؟ إدماغ. ماذا؟ قم بدماغ الباطل. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، بل نقذف بالحق على الباطل إبليس إبليس
حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير اللائبين برأت من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين أولم لم يرى الذين كفروا من السماوات والأرض كانت رفحا ففتحناهما فغطقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هبا منثورا ينزل عليكم من السماء ما يطهركم به نحن في حلف عالمي عالمي حلف عالمي لماذا؟ لتفعلوا ماذا؟ لنخضع هذا البلد حلف عالمي لتخضعوه لماذا؟ حتى إذا لم يقبلوا شرقتنا فيه الحروب لتكون فيه الحروب إذا من لم ينحني للمعصومية والانتشال وحرقنا بلده لهذا يوجد الخط الذي يفرق المغرب عن صحرائه فهمت الخط الذي يفرق المغرب عن الصحراء وعن الجزائر وعن بوليزاريو إذا لم ينحني المغرب للشياطين فستشعلون الحرب هذا حلف عالمي من الشياطين والماسونيين فهمت في الصحراء والمغرب والمغرب والصحراء لكننا فرضنا هذا الأمر الواقع فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله نعم لما تخبرك بهذه الأشياء أنت مخطوف الله تعالى أتى بك لا تستطيع أن تكذب ولا مخرج لك إلا الإسلام أو الموت وهذا الخاطف في جسمه يعصر ما فيه حتى تخرج الحق لهذا لا تستطيع أن تكذب في كل بلد في كل بلد يشجعون فيه أقلية ويمولونها ويهمونها بأنها ستملك يوما ما وتكون هذه أقلية السلاح الداخلي الذي يضربون به الدول التي لا تنحني لمخدراتهم بل نقذف بالحق على الباطل خطير تعلمه الآن بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق بل نقذف بالحق على الباطل وكان حقا علينا نصر المؤمنين وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وإن من شيء لا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم إن للمتقين مفازا الله نور السماوات والأرض 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 وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هبا منثورا وينزل عليكم من السماء ما ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام فأتى الله بنيانها من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا التكد وكان حقا علينا نصر المؤمنين التكد تميزوا من الغائل بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه ما طارق من نور تنزل علينا وعلى ما بيننا وعلينا عندما تقرأ الله أكبر
بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. بل نقذف حرمت عليكم الميتة والدم واللحم والخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم واللحم والخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم واللحم والخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم واللحم والخنزير وما أهل لغير الله به. فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هبا منثورا ينزل عليكم من السماء ما ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. فأتى الله بنيناها من القواعد. الله نور السماوات والأرض. الله نور فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله نور السماوات والأرض. 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 إذا استمريت هكذا فلن يكون أحد في استقبالي في هذه المنطقة. في استقبالك؟ ليس في استقبالي أنا. في استقبالي هو عندما يخرج. في استقبال الدجال؟ نعم، لأنه سيأتي إلى كل المدن. إذا نستمر. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. كيف؟ Attention à ma gorge. بل نقذف بالحق فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل. توقف. مرحبا، من أنت؟ أتيت لي من مراكش. توقف. من مراكش. أنت تحرس القبور والأضحية والقرابين أو ماذا تفعل في مراكش؟ جئنا جئت كيف؟ نحن جئنا للضريح. أنا ما جئت من هناك. أنت لم تأتي من الضريح. جئت من هناك. جئت من هناك. من ضريح جمهروش؟ من ضريح جمهروش قد زلزل. طيب مصلح. ماذا فعل الزلزال في تلك الأضرحة والشرك والمعاصي هناك؟ جاء الخيل ودمروا كل ما علينا وسووا بالأرض. جاء الخيل ودمروا كل ما عليه وسووه بالأرض. لم نرى مثلها من قبل هذا الهجوم. يعني مع الزلزال جاء الخيل من الملائكة. لا. الحمد لله. لا نريد الموت. إذا تدخلون الإسلام. سنموت إذا دخلنا الإسلام. من سيقتلكم؟ يهودنا تقتلنا. برأت من الله ورسوله إلى الذين عاهدت من المشركين. قل الناس أغلبنا مسحور أيضا. أغلبكم مسحور؟
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب قدمنا إلى ما عملوا من عمل فاجعلناه هبا منثورا وينزل عليكم من السماء براءتهم من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وأجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون الله نور السماوات والأرض 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 بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم أنتم منعتمونا ناتي لمراكش كان عارفا قوي تحالف مالك لكم ولا تفعلوا كما فعلتم المرة التي جئتم فيها لن تزوروا كلنا بل نقذف بالحق على الباطل بل نقذف بالحق على الباطل فأنهبه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم مما تصفون بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون يلا افتح فمك بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون كملعقة أدخلتها في مسبح هذا ما تقوم به كملعقة في مسبح قال انتشار الفساد في البر مما صنعت أيديكم يا بني آدم بلى قد رأيت إذن فلتسأل من جهة لنفسك ولأهلك ندعوك نقترب منك انظر إلى هذا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر
قبلها أنت فتك كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي. حرمت عليكم الميتة والدم برأس من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. قل إن الصلاة ونسوكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. برأت من الله ورسوله. الله نور السماوات والأرض. الله ماذا صار بهذه الآية؟ على البحر. كانت الأمواج تقوم بمحو كل ما كتبناه وتجعله قرآنا على البحار وعلى الأودية وكل الأحجمة والأسعار كانت تمطر هكذا لا تقتري من مراكش وضعها لا تقتري منها. وترى الملائكة تدخل الإسلام ولا تدخل الإسلام. الله نور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض. الله نور السماوات. ماذا؟ وكان حقا علينا نصر المؤمنين وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. ومن شيء لا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. الله نور السماوات والأرض. 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 خلاص. ماذا بقي في كل ما قلنا؟ الحلف العالمي لإخضاع المغرب. ليس المغرب كل الدول. وماذا بقي في هذا الحلف العالمي؟ بقي كثير. وكان حقا علينا نصر. أخبرناك أنك كأنك تأخذ ملعقة ماء من مصباح. ولهذا جئنا بالبحر. أهتدي لولا نعني الله لم تريد واحدة. هذا الحلف العالمي لابد أن ننهيه إن شاء الله سنقوم به من بعد. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة. بقي القليل من منهم في الجبال يحبسون السحب كي لا تتلاحم فيأتي المطر. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة لا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة لا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة لا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة لا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة لا يعلمها
بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وقد وبرأت من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين أولم يرى الذين كفروا السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فاجعلناه هبا منثورا ينزل عليكم من السماء ما ليطهركم به. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته. وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته. وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. وهو الولي الحميد. وهو الذي يرسل وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. وهو الولي الحميد. وهو الذي بل نقذف بالحق فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. بل نقذف بالحق فإذا هو زاهق وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. وهو الولي الحميد. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. خلاص. وإذا وقع طيب كل البشر اللي تعاملوا مع الشيطان السحرة والماسونيين وكلهم لا نترك منهم أحدا. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. الله نور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وكان حتى كانوا تميزوا من الغايه. فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. يحتاجون آيات السحاب والمطر. يحتاجون آيات السحاب والمطر. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. وهو الولي الحميد. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. أفرأيتم
الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات ويذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء ومن عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين الله نور السماوات والأرض الله نور وكان حقا علينا نصر المؤمنين تأكدوا تميزوا من الغد فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ورحمة الله وبركاته هكذا أخواني مخطط عالمي للقضاء على الإسلام وتدمير كل بلاد المسلمين التي لا تخضع للماسونية وللدجال والمسلمون أكثرنا مشغول بحياته الله تعالى يوقظنا وكل واحد مسؤولا يجتهد للدين بما استطاع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.